الطالب المغربي الذي تفوق على ماكرون. شاهد التفاصيل. بلادي زوم، عين على الواقع. من الشائع زواج أستاذ بتلميذته، إلا أن زواج معلمة بتلميذها أمر نادر الحدوث، ولكن طالبا مغربيا فعلها ليحمل لقب ماكرون النسخة المغربية، رغم أنه في الواقع نجح فيما فشل فيه ماكرون. ووقعت هذه القصة الغريبة في مدينة اليوسفية جنوب الدار البيضاء ب230 كيلومتر، ولكنها أثارت الاهتمام في المغرب برمته، وانقسم الرأي العام والمختصون بشأنها. أما الأغرب فهو موقف الوزارة والمدرسة التي شهدت قصة حب المعلمة وتلميذها. هكذا بدأت قصة زواج معلمة بتلميذها. وقعت المعلمة التي تبلغ من العمر 29 عاما في حب تلميذ لها يبلغ من العمر نحو 19 عاما، ولم يحل فارق السن ونظرة المجتمع إلى مثل هذه الزيجات أمام رغبتهما في الارتباط، حسب ما قالت مصادر مقربة لهما. وتم عقد قران بين أستاذة مادة الرياضيات والطالب بالبكالوريا الثانوية العامة الذي يصغرها بعشر سنوات قبل أسبوعين بحضور أسرتيهما وأصدقائهما لتتوج قصة حبهما بالزواج. هل هو ماكرون النسخة المغربية أم تفوق عليه؟ زواج معلمة بتلميذها أعاد إلى الأذهان قصة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعقيلته بريجيت تورونيو التي تكبره ب24 عاما، حيث كانت بريجيت تدرس لماكرون اللغة الفرنسية والمسرح. ولكن الواقع أن الطالب المغربي وزوجته نجح فيما أخفق فيه ماكرون وبريجيت، إذ أن ماكرون لم يتزوج معلمته وهو طالب بعد أن نقلته أسرته إلى مدرسة أخرى، بل تزوجها بعد أن أصبح رجلا راشدا وهو في 30 من العمر، عكس الطالب المغربي الذي عقد قرانه على معلمته وهو في 19 من العمر. جدل على مواقع شبكة التواصل وموقف غريب لوزارة التعليم. شكل خبر الزواج الذي انتشر سريعا مادة دسمة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تباينت الآراء ما بين مرحب ومستغرب، في حين دخل تلامذة الثانوية التي تعمل بها الأستاذة على خط النقاش، مشيدين بقصة حب زميلهم والأستاذة وحقهما المشترك في عقد قرانهما. وعن موقف المدرسة التي شهدت حبهما من قرارهما الزواج، ذكر مصدر مطلع لبلادي زوم أن وزارة التربية الوطنية والتعليم المغربية أخذت علما بالخبر دون القيام بأي ردة فعل على الأمر، إذ اعتبرت أن الخطوة تدخل في إطار الحياة الشخصية للأستاذة وزوجها الطالب، ولا يحق لأحد التدخل فيها. البعض استند إلى قصة زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة. تمحورت الانتقادات الموجهة إلى الزوجين حول الدور التربوي الذي من المفروض أن تضطلع به الأستاذ العروس وفق متابعين للموضوع، إذ كتب أحد المعلقين قائلا: إن من واجب الأستاذة أن تكون في مستوى المسؤولية التي تفرض عليها التعامل مع تلاميذها بكل تجرد وبكل التفاني والاجتهاد الذي يضمن لهم تحصيلا جيدا وتفوقا في دراستهم. ورأى آخرون أن زواج الأستاذة بتلميذها تنقيص للعمل التربوي وتمرد على المألوف، على اعتبار أن امرأة التعليم أو رجل التعليم يكون قدوة تفرض عليه مهمته أن يترفع عن كل الشبهات ويكون أسوة حسنة لغيره، في حين استند عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الشرع والقانون الذي لا يمنع زيجة الأستاذة بتلميذها. واستحضر آخرون قصة زواج رسول محمد صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة، مشيرين إلى أنها كانت تكبره ب25 عاما وكان يعينها على التجارة. وتساءل عدد من الشباب والشابات المغاربة عن الخطأ الذي ارتكبته الأستاذة، حتى تثار زوبعة من التعليقات الساخرة والانتقادات اللاذعة
في حين أن زواج أستاذ بتلميذة يكون محط إعجاب وتشجيع، حيث تنهال عليهم التبريكات والتهاني من كل صوب. كيف قبلت أسرة هذا الطالب بهذا الأمر؟ وعن سبب تقبل المجتمع زيجة المعلم بطالبته في حين يرفض زواج أي معلمة بتلميذها؟ تقول بشرى المرابطي، معالجة نفسية وباحثة في علم النفس الاجتماعي، إن المجتمع يتقبل زواج الأستاذ بتلميذته في حين لا يقبل زواج الأستاذ بتلميذها، لأن الأمر يتعلق بصورة الزواج بالمجتمع التي تقوم على أن الأكبر سنا والأكثر نضجا والأقدر على تحمل مسؤولية الأسرة هو الرجل وليس المرأة. وتساءلت المرابطي عن طبيعة الدوافع النفسية التي جعلت أسرة التلميذ توافق على زواج ابنها وهو في سنة دراسية حرجة ومصيرية ستحدد مستقبله الدراسي والمهني قبل أن يجتاز الامتحانات على الأقل. هل الأمر يعود إلى طبيعة هذه العلاقة وهو ما جعل الأسرة ترضخ للأمر الواقع، أم أن الأمر يتعلق بهشاشة مادية وفكرية لأسرة التلميذ بما أن الأستاذة لها أجر ودخل شهري ثابت؟ إنه مراهق ويجب إصدار قانون يمنع هذه الزيجات. على الجانب الآخر تتساءل المعالجة النفسية عن الدوافع التي جعلت الأستاذة توافق على الارتباط بتلميذها، وهل الأمر يتعلق بهشاشة نفسية دفعتها إلى السقوط في هذه الوضعية؟ حسب قولها، وقالت إن التلميذ في المرحلة الأخيرة من سن المراهقة ولم يكتمل نموه المعرفي والنفسي والاجتماعي ليصبح مؤهلا لتحمل مسؤولية الزواج وما ينجم عنه، وفقا لما قالته الباحثة. وترى أن الأستاذ رجلا كان أو امرأة يفترض فيه أن يشكل نموذجا معرفيا وقيما يسهم إلى جانب الأسرة في تشكيل هوية وشخصية المراهق التلميذ، وهو ما أجمع عليه علماء النفس وأكدته الدراسات النفسية الميدانية في هذا المجال. ودعت بشرى المرابطي وزارة التعليم المغربية إلى استصدار قانون يمنع زواج الأستاذ والأستاذة بتلاميذهم، ويحدد الإطار المرجعي للعلاقة التربوية بين الأطر التعليمية والتربوية وتلامذتهم. نشكركم على طيب المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك مع تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. بلادي زوم.